مشاهدي قناة الساحل تي في، عسلامة ومرحبا بكم. اليوم فريقنا في مواكبة اليوم التحسيسي اللي تنظمه الدائرة الصحية بسوسة 2 بالتنسيق مع معتمدي سوسة الرياض، وذلك للتحسيس والتوقي من أمراض السكري وضغط الدم والتدخين. تابعونا في التقرير التالي. شوية على اليوم هذي فاش يتمثلوا والأنشطة والنشاط. والله هو معنا هو يوم مفتوح لتقصي الأمراض المزمنة، وبالنسبة للأمراض المزمنة عملنا خاصة تقصي مرض السكري، تقصي ضغط الدم، تقصي ذات السمنة بقيس معناها القامة والوزن، فيها زادة معناها تثقيف صحي بالنسبة خاصة لل المواطنين اللي لقينا عندهم ضغط عالي ولا عندهم كمية السكر في الدم زايدة كيف، وهو زاد يوم بما انه تثقيف صحي عملنا معناها زاد انستون للتثقيف خاصة الامتناع عن التدخين، ونعرفوا المضار نتاع التدخين، وعندنا احنا 31 مايو تعدى العام اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، دونك قاعدين نقيسوا لهم في كمية معناها المونوكسيد الكربون في الدم هو السي او، باش نشوفوا معناها قداش معناها التاثير نتاع الدخان هذايا التدخين على الناس هذوما، وكيف زاد هي نعملوا في حصص تثقيفيه للامتناع عن التدخين معناها خاصه الامراض المزمنه والتدخين. وزاد كيف عندنا بالنسبه للامراض المزمنه كما قلت لك معناها عندنا تثقيف صحي غذائي، وخاصه نحن تو في شهر رمضان بالنسبة للمرضى اللي عندهم المرض السكري وضغط الدم زاد كيف. كبادرة كيفاش أنت توصفها؟ معناها موجهة خصيصا للناس المعوزة، للناس المفقرة اللي ما عندهاش ساعات قاحة كرني باش يمشي ويتنقل ويداوي مثلا، كيفاش تراها أنت البادرة هذه؟ والله هي بادرة معناها مفيدة للناس الكل. بطبيعة الحال الناس اللي ما عندهمش إمكانيات وإلا ما ينجموش يتنقلوا مراكز الصحة الأساسية، ومعناها هي سينوكازيون معناها باش يجيو ويقيسوا الضغط نتاعهم، باش نقيسوا لهم معناها كميه السكر في الدم، باش يشوفوا رواحهم زاده فما سمنه ما فماش، خاطر برشا ناس يقول لك نوزن هو السمنه احنا خلينا نقيسوها بالنسبه للقامه، معناها عندنا ان سكور معناها نحسبوه باش نعرفوه معناها فما سمنه ولا، وزاده حتى للناس اللي معناها لاباس عليهم وينجم، خاطر فما برشا ناس تقام ناسين رواحهم زاده و تجيهم اوكازيون باش ولا ما يحس حتى شيء، ما نعرفوا احنا توا ساعات الامراض هذه راك ما تحس بحتى شيء، مع ما فماش ساعات علامات مش ديما كيما ضغط الدم، ساعات تلقى عنده 18 ولا عنده 17 مش فايق بروحه، هي فرصه باش الواحد يتفقد روحه فهمتني. كيفاش ترى الاقبال بالخص من المتساكنين؟ معناها حمام معروف والمناطق المجاوره، كيفاش ترى الاقبال؟ والله اقبال كنا خايفين بصراحه، تعرف هو شهر رمضان والناس معناها تصبح راقده ويصبحوا تعبين، الاقبال كان غير منتظر، تشوفوا معناها من الصباح احنا تقريبا 9 وما فكيناش الصف معناها طويل، اقبال خرق العاده. احنا نخدموا في بروجي بالتنسيق مع وزاره المراه والهان صيدل، اكتشفنا كونه برشا عبيد ما عندهمش بطاقات تعريف، هذاك علاش برشا ناس ما انتخبتش وما وصلتش اصواتها، احنا لهنا قاعدين نحاولوا نشوفوا شكون اكثر ناس، يعني نحاولوا نشوفوا شكون اللي ما عندوش بطاقه تعريف، شكون اللي بطاقه تعريف نتاعو فايته 10 سنين، نحاولوا نشجعوا العبيد على الانتخابات البلديه، على الدخول في الشان العام وفي الحياه المدنيه. فهذايا جاي في اطار معناتها القافله الصحيه اليوم هنا لهنا موجودين ونشوفوا في مشاكل المواطنين ونحاولوا معناتها نقدموا الاحسن من جهتنا. اليوم حبينا نعملوا بالتنسيق مع معتمدي سوسه الرياض يوم مفتوح لفائده متسكني حي حمام معروف، حي هذايا اللي يعني حاله المتسكنين نتاعو في معوزه، يتمثل النشاط نتاعنا اليوم في تقصي
المبكر لمرض السكري وضغط الدم، يتمثل كذلك في نصائح معناتها تثقيف غذائي بالنسبة للوزن للسمنة، كذلك يتزامن معناتها النشاط مع اليوم العالمي للامتناع عن التدخين اللي هو يوم 31 ماي، واللي حاطين ستوم معناتها خاصة بالكيافة نجم نقولوا بوغ لي فيمور باش يعاونوهم، يقيس دوزاج نتاع السيو ويعطيهم بعض النصائح بالنسبة للقلاع. هذا هو إجمالا معناها النشاط نتاعنا، يعني فحوصات طبية، تقصي مبكر، نشاط تثقيفي تحسيسي غذائي، ومعناتها الامتناع عن التدخين، الإقلاع عن التدخين. كيفاش تجربة وصفنا الإقبال اليوم؟ اسكو برشا شوية؟ والله احنا سبق وعملنا في مركز الصحة في حي الرياض، هو الاسباس كبير لكن احنا منتظر يعني باهي، احنا توا معناها نخدموا أليز، يعني ملي جينا ما وقفناش، دونك فما نحسوا فما إقبال. هو الحي ماهوش الحي كبير برشا، هما معناتها دي ميناج اللي ايباربي في الحي، لكن اللي يسمع يقول اللي ما يسمعش، وهو الحقيقه مشكوره المعتمدية على خاطر احنا كلفناهم باش يعلقوا في القهاوي ويعلقوا في يعني في الحوم، والى حد الان هاكم انتم تشوفوا معناتها في كل خيمه فما حضور وفما هذي. سامحني فما مؤاخذات، وعملنا دورة في الحي قالوا لنا اللي فما ناس مقعده فما ناس ما تنجمش، ايش فيكم ما قربتوش معناها الخيام ولا الوحده مكانكم قربتوه لداخل الحي في وسط الحي؟ والله هذايا احنا بالنسبه للفريق الطبي والشبه الطبي احنا هذايا تنسيق مع المعتمديه هي اللي قامت بوضعان معناتها مع البلديه، خاطر ماك تعرف اون بارتناريا، احنا معناتها المعتمديه هي اللي حطت وين حطونا احنا كاطار طبي وشبه طبي، احنا وين لقينا الخيام قعدنا. بالنسبة لذوكم لك المقعدين والحالات اللي ما تقدرش في حي حمام معروف، معناها كيفاش تعملوا؟ والله هو راهو فما إمكانية باش تقع زيارة، نجموا نبرمجوا زيارة، وعملناها سابق في أحياء أخرى مش في حمام معروف، يعني بالنسبة للناس اللي ما تنجمش تقوم نعملوا زيارة للميدانية للبورتا بورت معناتها للحالات هذوما بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، إذا كان فما معناها مرشدة اجتماعية وتدلنا معناتها احنا ما راهوش حتى مانع باش نتنقلوا، هذا جانب إنساني اللي هو يدخل معناتها في كصحة معناتها يدخل في مهنتنا اللي هي مهنة أول حاجة معناتها يلزمها تكون مهنة إنسانية. عايشك بارك الله فيك. عايشك. شكرا. الله فيك.